ان في واحد معاه في الشغل وهو بيقول له يا نور النبي، فبيقول له لا مش مذكور، تعالي حضرتك هنا. ما هو رد عليه بيقول له يا نور النبي صلى الله عليه واله وسلم، فالتاني قال له مش مذكور. يعني ايه مش مذكور؟ الا يقرا القران؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وبعدين مش نور بس، ده منير. يعني في فرق بين النور الذي قد يكون من انعكاس النور عليه، يعني مثلا الشمس مصدر للضوء، مصدر للنور، لكن القمر ينعكس عليها ضوء الشمس، عليه ضوء الشمس فينير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سراج منير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو منير يعني أعلى من النور، مصدر للأنوار صلى الله عليه وآله وسلم. هو في الحقيقة هذا الاعتراض الذي اعترض به الأخ على السائل هو يعني اعتراض النابتة، اعتراض المتشددين، هؤلاء المتشددون الذين يحاولون أن يقطعوا كل علاقة روحية بين الأمة وبين نبيها صلى الله عليه وسلم. تشكيك في كل شيء، تشكيك في التوسل برسول الله. يقول لك لا يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبرك بآثاره الشريفة، ولا يزار آل بيته عليه الصلاة والسلام.